رغم كل الكلام المبهج المتفائل بتاعك، وده عنوان كتابك الأخير. أيوة جميل المبهج برضه. إمتى تقول مفيش فايدة، هدي استمارة ستة لشخص؟ استمارة ستة دايماً كنت بديها. وده كتابك التاني صح؟ أول كتاب دايماً حاجتين. باتاجونيا التاني. تاني بالظبط. الاستمارة ستة أخلاقية. لو أنا في مكان بيعمل أي حاجة غير أخلاقية يبقى أنا همشي أكيد، ولو حد بيعمل حاجة غير أخلاقية ملوش مكان وسطنا خالص. والسبب التاني إن أنا ما أكون مش قادر أدي في المكان، أو الشخص ده هو أحسن لعيب في الدنيا لكن لا ينسجم مع هذا المكان، مش لازم يكون وحش. وده اللي احنا بنحاول نعمل إعادة تدريب تحويلي، إعادة هيكلة المؤسسة، نخلق فرص، لكن لو ما لقيناش في الآخر نقول له شكرا جزيلا، انك انت وجودك هيضرك هيضرنا. حلو. ومش عيب يعني، تاني برجع اقول هي دي ارزاق وكل حاجه. بس وجوده في المكان بيضره وبيضرنا، ومكان كله ما بينجحش يعني. ودي حاجه ممكن، لانه انا بسمع ناس كتير يقول انا ضد قطع العيش. وقطع اكتر قطع عيش بيحصل في حته لما اسيب حد جوه، يا اما تفاحه فاسده يا اما لا ينسجم ومش بيؤدي مش بيطلع قماش، فبيقطع عيش المكان كله. يعني في الاخر كلنا هنقعد في البيت، لكن اي حد ملوش لازمه جوه المكان بيضيعنا. كلام بيطلع قماش. واقعي، بنحاول نكون واقعيين قد ما نقدر. جدا يعني. عايز اقول لك شويه كلمات خالد حبيب، خلطه الموهبه والشطاره والانجاز والنجاح وحاجات كتير. عايز اقول لك شويه كلمات وقولي وقعها عليك ايه في جمله حتى. تعريف الحب بالنسبه لك ايه؟ حياتي بقى، انا عاطفي زياده عن اللزوم، وكل حاجه رومانسيه جدا، ولازم كل يوم العيله واصحابي والحاجات الافكار الجديده والناس، ما اقدرش اعيش من غير الكلام ده. زياده عن اللزوم ساعات ببقى رومانسي زياده في بعض الاوقات يعني. انا بس نفسي اربط الناس العمليه قوي عندها لا الجانب ده مظبوط يعني. انا كنت عندي كتاب شعر قبل كده بالانجليزي كله كنت بنصب بيه طبعا ايام الجامعه. بس لا يعني، لا من غير من غير لحظه حب في حياه البني ادم انت مش طبيعي، ما ينفعش. صدقه، لازم برضه يكون عندك مجموعه كده، السند والظهر والحته بتاعه الراحه كده، نطاق الراحه الحقيقي بتاع اي حد. اصحابك بقى لهم كام سنه؟ لا احنا منهم ناس من المدرسه يعني، انا وعلاء مثلا كنا في المدرسه واحنا 5 سنين، فاحنا بقى لنا كده داخلين على 50 سنه ما شاء الله. واو واو. لا نوت شوت. الشغل يعني متعه ورساله. تعريفك للنجاح اساسي وهعملها. والفشل؟ فشل منطقي وطبيعي وهيحصل، وهنقوم منه مره واثنين وثلاثه. الشباب، احاول انا احاول اعيش موضوع الشباب لغايه دلوقتي، بلعب تنس واتحرك بعمل شباب، بس هو فعلا الشباب هو شباب الروح والقلب والاحساس. الوقت، الوقت متمدد جدا حسب رغبتك، لو انت عايز تعمل فيه كل حاجه في الدنيا تعملها، او لو عايز تقول ان مفيش وقت هتقول. ايوه حسب مزاجك بالظبط يعني. انا مشكورك. انا اللي بشكرك بجد، انت نورت شغل عالي. ربنا يخليك. وميرسي. ربنا يخليك. وعايزاك طول الوقت تبقى بتتابعنا وتعمل لنا اعاده تقييم كل شويه. لا ناس جميله، وبشكرك انت وفريق جميل نورتونا الصبحيه. ثانك يو جدا. ميرسي جدا يا دكتور. ثانك يو.